بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في دينه وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. توقفنا في الدرس السابق عند باب صفة الصلاة، والمراد بصفة الصلاة هي الكيفية التي ينبغي أن يطبقها المصلي بأركانها وواجباتها وشروطها وسننها، وسواء كانت القولية أو الفعلية. ومعلوم أن كل عبادة لا يمكن أن تصح إلا إذا استوفت شرطي العبادة: الإخلاص والمتابعة. والمتابعة ركن ركين في قبول أي عبادة كما هو الإخلاص، ولا يمكن أن يتحقق ركن المتابعة إلا بمعرفة كيف تعبد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن ذلك الصلاة، كيف صلى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكيف يمتثل العبد قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وابن حجر جمع في هذا الباب أحاديث كثيرة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا الباب أطول أبواب الصلاة. قلنا لكم أن كتاب الصلاة أطول كتب بلوغ المرام، وباب صفة الصلاة هو أطول أبواب الصلاة، ولذا سنأخذه في أكثر من درس، ربما ثلاثة دروس. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم قلنا وشيخنا والحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسجد الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. خرج السبعة والجنادة في إسناد مسلم حتى تطمئن قائما. خرج السبعة واللفظ للبخاري والجمادة في إسناد مسلم. ومثله في حديث رفاعة بن رافع عند أحمد حتى تطمئن قائما. ومثله في حديث رفاعة بن رافع عند أحمد وابن حبان. ويبدأ من الحديث رداعة بن رافع: إنها لن تتم صلاة أحدكم حتى يسجد الوضوء كما أمره الله تعالى، ثم يكبر الله تعالى ويحمده ويثني عليه. وفيها: أي كان معك قومان فاقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهيبه. وللنسائي: أبي داود من حديث رداعة بن رافع، وليبن داود: ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله، ثم بما شئت. نعم، هذا الحديث حديث عظيم، وعليه المعول في كثير من أحكام صفة الصلاة، وهو يعرف بحديث من المسيء في صلاته. وهذا الحديث حديث احتوى على كثير من الأحكام والواجبات التي ينبغي للمسلم أن يطبقها في صلاته. وجاء هذا الحديث عن صحابيين، الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه، والثاني عن رفاعه ابن رافع. حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، وحديث رفاعه ابن رافع في السنن وفي مسند الإمام أحمد. واسم المسيء في صلاته اسمه خلاد بن رفاعة، أخو رافع بن رفاعة راوي هذا الحديث. أخو رافع بن رفاعة راوي هذا الحديث. قلت لكم أن حديث المسيء في صلاته جاء عن صحابيين، الأول أبو هريرة، والثاني اسمه رفاعة بن رافع، هو أخو المسيء في صلاته. والمسيء في صلاته اسمه خلاد بن رفاعة.
ولا شك أن الأخ يضبط عن أخيه ما فيه مزيد، ولذا نقل شيئا لم يكن في حديث أبي هريرة من الألفاظ الدالة على بعض الأحكام كما سيأتي بإذن الله تعالى. هناك أحكام لم يرويها أبو هريرة رضي الله عنه وتوجد في حديث رفاعة. ابن حجر رحمة الله تعالى عليه اختصر هذا الحديث كما هي العادة، لأنه يقتصر على الأحكام، وإلا فحديث أبي هريرة رضي الله عنه له مناسبة، أن هذا الرجل وهو خلاد بن رفاعة بن رافع، خلاد بن رافع أخو رفاعة بن رافع، خلاد هذا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم فيه فصلى سريعا، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام، ثم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فصلى ثم يعني عاد الصلاة مرة أخرى، ثم جاء فسلم، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام وقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فعل هذا 3 مرات، فقال خلاد، قال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبر وضوء الحديث. من فوائد هذا الحديث، الحديث دليل على وجوب ما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في هذا الحديث، حتى أن بعض أهل العلم قال أن ما لم يذكر في هذا الحديث فليس بواجب. بعض أهل العلم قال ما لم يذكر في هذا الحديث فليس بواجب، وإنما الواجبات هي ما ذكرت في هذا الحديث. لماذا؟ قالوا لأن هذا الرجل جاهل، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمه الصلاة، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ولا شك أن هذا الاستدلال من حيث الأصول صحيح، ولكن من حيث الجمع في الأحاديث الأخرى غير صحيح. نقول أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بواجبات أخرى لم تذكر في هذا الحديث، مثلا الاعتدال من الركوع، هذا ليس موجودا في هذا الحديث. المقصد الرفع من الركوع، قوله ثم ارفع حتى تعتدل قائما، هذا موجود، لكن الذكر والبقاء بعد هذا الاعتدال ليس موجودا، لكنه موجود في حديث آخر. مثلا الجلسة بين السجدتين ليست موجودة في هذا الحديث، ولا شك أنها واجبة كما هو قول الجمهور. وكذلك أمور أخرى وواجبات أخرى لم تذكر، مثل التشهد، لفظ التشهد أقصد، ليست جلسة، وإنما الجلسة مذكورة هنا. وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليست مذكورة هنا. ونقول إذا أجرينا قواعد الأصول فإننا نقول الأصل في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقتضي ماذا؟ الوجوب، وهذه واجبات أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى. ما الجواب عن قول القائلين بأنه النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الجاهل هنا؟ ولا شك أنه سيعلمه كل الواجبات. نقول أنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر بعض الواجبات لاحتمال أن هذا المسيء في صلاته قد جاء وأحسن في بعضها دون أكثرها، وهذا احتمال وجيه. ومن الاحتمالات أيضا أنه ربما هذه الواجبات لم تعلم إلا بعد، أو لم يفرض وجوبها إلا بعد ذلك. وكذلك يقال أيضا من الاحتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره في كثير من الواجبات ثم أحال بعض الواجبات لتطبيقه صلى الله عليه وسلم ليراه، وهذا احتمال ضعيف، وأحسنها الأول، أنه ربما لم يسيء في كل الصلاة وإنما جهل أكثرها،
وما أحسن فيه لم يعلمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى كل حال الاستدلال إذا تطرق إليه الاحتمال بطل الاستدلال به كما هي القاعدة الأصولية. من فوائد الحديث، الحديث دليل على وجوب الطمأنينة، على وجوب الطمأنينة في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الرجل سرعته في الصلاة وإخلاله بالطمأنينة، في كل مرة يقول ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ولاحظ في ألفاظ الحديث، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حتى تطمئن قائمة، حتى تطمئن راكعة، حتى تطمئن ساجدة، حتى تطمئن جالسا. النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالطمأنينة في أكثر من موضع، والطمأنينة ركن لا تصح الصلاة بدونها، وهذا قول جمهور العلماء أن الطمأنينة ركن لا تصح الصلاة بدونها. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي قتادة: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله كيف وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها. والحديث رواه أحمد. وجاء عند البخاري أيضا من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا لا يتم الركوع ولا السجود فقال له: ما صليت، ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم عليها. قول جمهور العلماء أن الطمأنينة لا بد منها، ومن أهل العلم من قال أن الطمأنينة غير واجبة، وهذا قول أبي حنيفة، والصواب هو قول الجمهور. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالطمأنينة في أكثر من موضع في حديث المسيء صلاته. نأتي إلى مسألة: ما هو حد الطمأنينة؟ ما هو حد الطمأنينة؟ من أهل العلم من قال أن الطمأنينة أن يعود أو أن يكون كل موضع في أي ركن من الأركان في موضعه الصحيح. فمثلا إذا ركع الإنسان فإنه لا بد أن يستوي ظهره أو يكون على هيئة الراكع، حيث الناظر إليه يظن أنه لا، ليس يظن، يتيقن أنه راكع. وكذا في السجود، وكذا في القيام. ومن أهل العلم من قال أن الطمأنينة إنما هي بقدر الذكر الواجب في كل ركن، لأن الذكر الواجب لا بد أن يأتي به المصلي، ولا يمكن أن يأتي به إلا إذا وصل إلى هذا الركن. وهذا القول هو الصحيح، أن الطمأنينة تتحقق بأقل الواجب، بأقل الواجب. فلو مثلا كبر وقرأ الفاتحة ثم ركع وقال سبحان ربي العظيم، ثم رفع وقال ربنا ولك الحمد، ثم سجد وقال سبحان ربي الأعلى، هو إلى الآن مطمئن ما دام أنه جاء بهذه الواجبات في مواضعها، واضح؟ لكن لو قدر أن الإنسان صلى خلف شخص أو خلف إمام لا يأتي بالذكر الواجب، كان يكون مثلا على سبيل المثال ما أن تمس جبهتك الأرض إلا وقد رفع من السجود، أو ما أن تنتصف بالفاتحة إلا وقد ركع، فإن هذا لا شك أنه أخل بهذا الركن، وعلى المصلي حينئذ أن ينفصل عنه، أن ينفصل عنه ويصلي لوحده. وهذا هو الصواب إن شاء الله، أن أقل ما يمكن أن يطمئن به المصلي أن يأتي بالذكر الواجب في كل ركن من أركان الصلاة. ومن فوائد الحديث، الحديث دليل على مشروعية السلام وتكراره. من أين نأخذ هذا؟ أنه كل مرة هذا المسيء في صلاته يصلي سريعا ويأتي ويسلم، ثم يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي، بعد ما يرد عليه السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فيصلي سريعا ثم يأتي ويسلم، فعل ذلك 3 مرات. بعض الناس يستقبح مثل هذا الفعل، نقول إذا كان هناك فاصل، إما أن يكون هذا الفاصل في الحال أو في المكان أو في الزمان، ولو قصر فإن السلام حينئذ جاء في موضعه الصحيح وهو مشروع ولا يستقبح حينئذ. بعض الناس يقول أنت كل شوي تسلم علينا، نقول ما دام أن هناك فاصل سواء في المكان، كان يخرج من المسجد ويرجع، أو في الزمان، في عرفا يكون زمان
يعني طويل، أو عرفا يكون الزمان يعني يعد فاصلا، أو في الحال كما في حال هذا المسيء في صلاته، فإنه انفرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وصلى لوحده، انشغل بشيء، انشغل حاله، انشغل بشيء، ثم رجع سريعا وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه السلام وأقره على ذلك، ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج أن تسلم كل مرة، فهو سلم ثلاث مرات ورد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات أيضا. ومن فوائد الحديث، الحديث دليل على جواز تأخير البيان في المجلس للمصلحة. لاحظوا عندنا قاعدة أصولية مشهورة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت حاجة. إذا احتاجت الأمة لشيء، إذا احتاج الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لشيء، فإنه لا يجوز للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يؤخر، يقول لا أنا لن أمرهم بهذا الواجب إلا فيما بعد. ما دام أنهم يحتاجون فإن التشريع إذا نزل نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم مطالب أن يطبقه وأن يأمر أصحابه به. لكن يجوز تأخير البيان في المجلس للمصلحة. من أين نأخذ هذا؟ نعم عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبره مباشرة حينما أساء في صلاة، ما أخبره مباشرة وإنما تركه، مع أن هذا المسيء في صلاة محتاج إلى التعليم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي مرتين وثلاث. وأنت أحيانا يأتيك شخص يجهل مسألة هي واجبة عليه بشرعه، ولكن أن تؤخرها تريد أن يكون تعليمك له أوقع في نفسه بطريقة ما، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أرجعه أكثر من مرة حتى يكون هذا التعليم أوقع في نفسه. ولذا ماذا قال الرجل؟ والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. جاء وهو متشوق لهذا التعليم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك علمه. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر البيان لكن في نفس المجلس لمصلحة أرادها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد الحديث أيضا نقول الحديث دليل على وجوب الوضوء للصلاة وإسباغه، أي إكماله وإتمامه، والوضوء شرط لصحة الصلاة، وتقدم الكلام على ذلك في كتاب الطهارة. ومن فوائد الحديث حديث دليل على وجوب استقبال القبلة لقوله ثم استقبل القبلة، وهو شرط أيضا لصحة الصلاة، وتقدم بيانه أيضا في باب شروط الصلاة. ومن فوائد الحديث، الحديث دليل على وجوب تكبيرة الإحرام، وهي ركن من أركان الصلاة، لا تنعقد الصلاة إلا بها، ولا تنعقد الصلاة إلا بالله أكبر. فلو جاء الإنسان المصلي بلفظ يوازي هذا المعنى، كان يقول الله أعظم، فإن هذا لا تنعقد به الصلاة، لا تنعقد به الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره وقال له فكبر. ومن فوائد الحديث قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن. هل قال له اقرأ بالفاتحة؟ في حديث أبي هريرة قال له اقرأ بالفاتحة؟ لم يقل له اقرأ بالفاتحة. هذا حديث من؟ هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه. لكن في حديث رفاعة بن رافع أخو المسيء في صلاته خلاد، قال في رواية هنا قال فإن كان معك قرآن فاقرأ ولا فاحمد الله، ثم التي بعدها ولأبي داود قال ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله. بعض أهل العلم قال لا نأخذ في حديث رفاع، عندنا حديث أبي هريرة في الصحيحين وتكلم في هذه الرواية وقال أنه لا يجب قراءة الفاتحة، وأن المصلي لو قرأ بما شاء أجزأه ذلك عن قراءة الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمها المسيء في صلاته. ولا شك أن هذا القول قول مرجوح، والصواب أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أمره بقراءة الفاتحة كما في حديث رفاعة، وأيضا لاحتمال أن هذا المسيء علم الفاتحة، أنه يعلم الفاتحة لكنه أساء في أغلب الصلاة كما تقدم. ولا شك أن الفاتحة مما يعلمه الناس، سائر الناس أو غالب الناس إن صح التعبير، ولا سيما في العهد النبوي، فإن أول ما يتعلمونه الفاتحة كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم. وعلى كل حال نقول أن هذا الرجل أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالفاتحة كما في حديثه رفاعة. أما من لم يتقن الفاتحة فإنه ماذا يفعل؟
يحمد الله ويكبره ويهلله، وسيأتي هذا بإذن الله تعالى، وأنه يفعل هذا بقدر الفاتحة، يعني بقدر الوقت الذي تقرأ فيه الفاتحة، بقدر مقدار الفاتحة حتى يتعلم الفاتحة، فإذا تعلمها انتقل إلى قراءة الفاتحة، وهذا سيأتي بإذن الله تعالى. ودل عليه رواية رفاعة هنا حيث قال له: ثم يكبر الله تعالى ويحمده ويثني عليه. ومن فوائد الحديث أيضا، الحديث دليل على وجوب الركوع والقيام منه والسجود والجلسة بين السجدتين، وهي أركان لا تصح الصلاة إلا بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها في أحاديث أخرى أيضا، ومنها ما أمر به في هذا الحديث. وأيضا وجوب الترتيب، وجوب الترتيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول له؟ ثم ارفع حتى تعتدل القائم، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وهكذا يعاقب عليه هذه الأركان بثم، وثم تدل على الترتيب. ومن فوائد الحديث، الحديث دليل على أن من ترك شيئا من الواجبات لجهل فلا إعادة عليه فيما سبق، ولكن يعيد ما وجب عليه في الحال. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهذا الرجل، لم يقل له: أنت لابد أن تعيد كل الصلوات التي صليتها من قبل، لأن هنا قاعدة، وهي أن الواجبات لا تلزم إلا بالعلم، أن الواجبات لا تلزم إلا بالعلم، وهذا الرجل لا يعلم، لا يعرف كيف يصلي، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأه وهو يصلي قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، أي أن صلاتك هذه ليست صلاة. إذن هو أيضا صلاته في الأيام السابقة ليست صلاة، ولم يطالبه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقضي ما مضى، وإنما طالبه بأن يقضي هذه الصلاة التي وقعت في الحال. وهذه قاعدة مهمة للغاية، ويحتاجها المسلمون في كل زمان، لا سيما أيضا في زماننا، حينما أيضا يسلم على سبيل المثال رجل ولا يطبق، أو يطبق أشياء كثيرة عن جهل، يطبقها بالخطأ، أو يترك واجبات بالخطأ عن جهل، فإنه لا يطالب بما مضى. وكذا في الأحكام الخفية التي ربما لا يعلمها إلا أهل العلم وطلبة العلم، مثل الأحكام الخفية على بعض النساء على سبيل المثال، كان تجهل بعض الدماء ونحو ذلك، ثم هي تترك الصلاة بناء على أن هذه الدماء دماء حيض، ولما يقال لها: لا، هذه ليست دماء حيض، وإنما هذا يسمى دم استحاضة، وهي تكون جاهل أصلا، ما تعرف دم الاستحاضة ولم تفقه في هذا شيء، ثم هي تركت الصلاة أياما كثيرة وأشهرا كثيرة، فهذه لا نقول لها اقضي ما مضى، وإنما لا تطالب بمثل هذا الأمر إلا بعد العلم. وتكلمت عن هذه المسألة سابقا، وأن قضية الجهل هي قضية نسبية، وليست هناك قاعدة مضطردة تنطبق على كل الأحكام، وإنما ينظر فيها، الجهل يختلف باختلاف الحال، يختلف باختلاف الحكم، يختلف باختلاف الزمان، ويختلف باختلاف المكان. هناك مسائل علمية أنت تعلمها، وفي هذه البلاد ربما لا تجد من يجهلها، لكن إذا ذهبت إلى أدغال أفريقيا على سبيل المثال ونحوها، تجد أنهم يجهلون من الأشياء الشيء الكثير. ولذا الجهل بمثل هذه المسألة على سبيل المثال يختلف من هذا المكان لهذا المكان، كذلك يختلف باختلاف الحال، يختلف طالب العلم عن العامة على سبيل المثال، لا سيما في الأمور الخفية كما قلت لكم، في المسائل الدقيقة ونحو ذلك، أو المسائل التي يظن، يعني مثلا أضرب لكم مثالا، قد يكون هناك من البالغين من لم يتطرق إلى سمعه أن غسل الجنابة، أو أنه إذا احتلم الإنسان أنه لا بد أن يغتسل، ولا ربما لو قلت هذا الحكم لطلاب مثلا في الثانوية أو في المتوسطة بعدما بلغوا لا استغربوا هذا الأمر وجهلوه، ولا ربما مرت عليهم أيام كثيرة فعلوا مثل هذا الأمر وأيضا لم يغتسلوا له، وهؤلاء هل نطالبهم بما مضى؟ نقول مثل هذه الأحكام الخفية التي ربما أحيانا الحال ينطبق عليها، يستحى أن يسأل عنها، أو لا يتطرق إلى ذهني إطلاقا أنه يجب عليه ذلك، فأنه يراعى الحال حينئذ. على كل حال، هذه القاعدة قاعدة مهمة وأخذت من هذا الحديث، وهي أن الواجبات لا تلزم إلا بعد العلم، وأنه ما جهله فأنه لا يطالب به ولا يلزم به.
من فوائد الحديث أيضا حديث دليل على وجوب القراءة في الركعات كلها ومشروعية القراءة بعد الفاتحة. ومن فوائد الحديث الحديث فيه حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ورفقه بالجاهل وملاحظته لصلاة أصحابه. وهكذا ينبغي لطالب العلم إذا لاحظ من جماعته أو من إخوانه أو من أبنائه ونحو ذلك أو من أهله من لا يحسن شيئا في الصلاة أن يعلمه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأتي هذا الجاهل أو هذا المسيء في صلاته جاء إليه وقال يا رسول الله أنا لا أحسن الصلاة فعلمني، لا، دخل المسجد وصلى، النبي صلى الله عليه وسلم لاحظه فلما راقب صلاته قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. نعم. وعن ابي حميد الساعدي رضي الله عنه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم اذا كبر جعل يديه حذوا كبيرا لركعة كان يديه لركبته ثم حصل الطهر فاذا ركع راسه استوى حتى يعود لقوم المكان فاذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا مرضهما واستقبل باطراف اصابعه كليه القبله واذا جلس في الركعتين جلست على جبهه اليسرى ونصب اليمنى واذا جلس في الركعه الاخيره قدم جبهه اليسرى ونصب نعم. وهذا الحديث أيضا وهو حديث أبي حميد الساعدي من الحديث التي احتوت على جمل مهمة في صفة الصلاة، وبقي حديث آخر وهو حديث أبي هريرة وسيأتي أيضا احتوى على جمل مهمة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتكاد تكون هذه الثلاثة أحاديث حديث المسيء وحديث أبي حميد وأيضا سيأتينا في حديث أبي هريرة هذه الثلاثة أحاديث هي حديث احتوت على جمل كثيرة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث دليل على مشروعية رفع اليدين حذو المنكبين عند تكبيرة الإحرام، فإنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذو، ما معنى حذو؟ يعني يوازي منكبيه، وسيأتي هذا في حديث ابن عمر، سيأتي شرح هذا في حديث ابن عمر بإذن الله تعالى. ومواضع رفع اليدين على الصحيح أنها أربع مواضع، ما هي؟ عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول. وفي المسألة خلاف هل يرفع يديه عند السجود وعند الرفع من السجود، وهذا سيأتي بإذن الله تعالى. ويكبر يلفظ التكبير مع رفع اليدين، وورد أن التكبير يسبق الرفع، وورد أن الرفع يسبق التكبير، وهذه الثلاث حالات كلها وردت في الصحيحين. يعني يصح أن يقول الله أكبر مثلا تكبيرة الإحرام، يقول الله أكبر ثم يرفع يديه، ويصح أن يوافق هذا التكبير الرفع ويقول الله أكبر، ويصح أن يسبق الرفع التكبير ويقول يرفع يديه أولا ثم يقول الله أكبر. وكل هذه الحالات الثلاث وردت في أحاديث جاءت في الصحيح، وسيأتي بإذن الله تعالى بيانها في حديث ابن عمر. الحديث دليل على صفة الركوع المشروعة التي ينبغي أن يكون عليها المصلي، وهي ما جمعت أربعة أمور. هناك أربعة أمور في الركوع، وهناك أربعة أمور في السجود، إذا أتقنتها فأنت جئت بهذا الركوع المسنون الذي أو المشروع الذي أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأمر الأول أن يمكن يديه من ركبتيه وتكون الأصابع مفرجة، أن يمكن يديه من ركبتيه وتكون الأصابع مفرجة، أي كالقابض عليهما، كما جاء في بعض الروايات أنه كأنه يقبض على الركبتين، لقوله في حديث الباب إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه. الأمر الثاني أن يحصر ظهره، أن يحصر ظهره ويمده، أي يثنيه على استواء من غير تقويس. بعض الناس إذا ركع ظهره فيه تقويس، لكن الصحيح أن يكون ظهره مستويا. الأمر الثالث أن يجعل رأسه على مستوى ظهره، لا يشخصه كما سيأتي في حديث عائشة ولا يخفضه، لا يكون الرأس أرفع من مستوى الظهر
ولا يكون الرأس أيضا أخفض من مستوى الظهر، وهذا من باب الاستحباب. نحن نتكلم عن الصفة المشروعة الكاملة. الأمر الرابع أن يسجد على سبعة أعظم، العظم الأول الجبهة مع الأنف، والثاني اليدان، والثالث الركبتان، والرابع أطراف القدمين. هذه سبعة أعضاء جاءت في حديث ابن عباس وسيأتي بإذن الله تعالى. هذه أربعة أمور من جاء بها فقد جاء بالصفة الفعلية للركوع. ومن فوائد الحديث، الحديث دليل على مشروعية كمال الاعتدال بعد الرفع من الركوع والطمأنينة في ذلك، لقوله فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه. فقار المراد به الفقرات التي تكون في أو يسمونها حزر الظهر. ومن فوائد الحديث أيضا، الحديث دليل على صفة السجود المشروع، وهي ما جمعت أيضا أربعة أمور. الأمر الأول ماذا قال هنا في الحديث؟ قال فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، يعني غير باسط يديه على الأرض ولا قابضها إلى جنبه. واضح؟ إذن الصفة الأولى، نقول الصفة الأولى أن يبسط كفيه على الأرض ولا يضم يديه إلى جنبه لحديث الباب. الصفة الثانية أن لا يفرش ذراعيه كانبساط الكلب، وسيأتي بإذن الله تعالى أيضا في حديث آخر. الأمر الثالث أنه إذا سجد أيضا فرج، كما أنه لا يضم يديه العضدين إلى الجنبين، فإنه أيضا لا يضم الجنبين إلى الفخذين ولا يضم الفخذين إلى الساقين. بعض الناس إذا سجد كأنه يجمع نفسه، هذا كله خلاف السنة، والصواب أن يجافي بين الساقين عن الفخذين والفخذين عن الجنبين وكذا الجنبين عن اليدين. الأمر الرابع أن يكون سجوده على سبعة أعظم، هذا تقدم وهذا تقدم. طيب، وقلنا لكم أيضا وهذا مهم جدا، المجافات وإن كانت أيضا سنة هي مشروطة في الركوع وفي السجود ألا يؤذي من بجانبه، ألا يؤذي من بجانبه. من فوائد الحديث، الحديث دليل على صفة الجلوس في التشهد الأخير، حيث قال ماذا؟ قال وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. هذا الحديث يدل على التفريق في الجلوس بين التشهد، بين التشهد الأول والتشهد الثاني. قال في الأولى، قال وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وهذه هي الأصل في كل جلوس، في كل جلوس في الصلاة، سواء جلسة بين السجدتين وسيأتي بإذن الله تعالى أو جلسة في التشهد، الأصل فيه ماذا؟ أنه يفرش اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى، وينصب اليمنى. أما في التشهد الأخير ماذا قال هنا؟ قال قدم رجله اليسرى، أي وضعها من تحت ساقه اليمنى وأخرجها من جهة اليمين، ونصب الأخرى التي هي اليمنى وقعد على مقعدته أفضى بها على الأرض. هذا في التشهد الأخير في الثلاثية والرباعية، على خلاف بين أهل العلم. منهم من قال أن كل تشهد أخير سواء كانت صلاة ثنائية وثلاثية أو رباعية فإنه يفعل هذا الوصف الأخير، بأن يخرج ساقه قدمه اليسرى من تحت ساق اليمنى وينصب اليمنى قدمه اليمنى ويقعد على مقعدته. ومنهم من فرق بين التشهد الذي في ركعتين والتشهد الذي في الثلاثية والرباعية، أي تشهد في ركعتين فإنه يجلس على قدمه اليسرى بعدما يفرشها، وأي تشهد أخير سواء كان في الثلاثية أو الرباعية. إذا قلنا أخير معناه أنه هناك تشهد أول، فإنه يخرج قدمه اليسرى من تحت ساق اليمنى ويفضي بمقعدته على الأرض وينصب قدمه اليمنى. هذه صفة، من يطبقها؟
طيب أحسنت. الآن بهذه الصفة، بهذه الصفة أخرج قدمه اليسرى من تحت ساقه اليمنى من جهة اليمين، طيب، ونصب قدمه اليمنى، نصب قدمه اليمنى. وهناك صفة أخرى جاءت في السنن أنه يخرج القدمين من جهة اليسار اليمين، نعم، بهذه الصورة، بهذه الصورة أنه يفرش قدمه اليمنى ويخرجها من جهة اليمين وكذلك اليسرى من جهة اليمين، بحيث تكون القدمان عن جهة اليمين. هاتان صفتان في التشهد الأخير، والسنة إذا وردت على وجوه متنوعة فإنها تطبق هذه تارة وهذه تارة. جزاك الله خير. ومن فوائد الحديث، الحديث دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على حفظ السنة ومتابعتهم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتأسي بهم ونقل تفاصيل صلاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان اذا قام الى الصلاه قال: وجهت وجهي الذي فطر السماوات الى قومي من المسلمين، اللهم انت الملك لا اله الا انت، انت ربي وانا عبدك، الى اخره. رواه مسلم وفي روايه له ان ذلك في صلاه الليل. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر الصلاه سكت قنيفه قبل ان يقرا، فسالته فقال: اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما نقيت كما نقى الثوب الابيض من الناس، اللهم سلمي من خطاياي بالماء والثلج والبر، متفق عليه. عن عمر رضي الله عنه انه كان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك ولا إله غيره. رواه مسلم وقطع، رواه الدارقطني موصولا وهو موقوف. سنت هذه الأحاديث الثلاثة في أدعية الاستفتاح، ولاحظ أن ابن حجر سيأتي على صلاة من أولها، الآن بدأ بأدعية الاستفتاح، ثم سيأتي بعدها بعد ذلك موضع رفع اليدين و وضعهما على الصدر أو على السرة كما سيأتي، ثم سيأتي بعد ذلك قراءة الفاتحة وإلى غير ذلك، سيأتي على الصلاة بالترتيب. أولا حديث علي رضي الله عنه هذا في صحيح مسلم، وهو حديث طويل واختصره ابن حجر مقتصرا على دعاء الاستفتاح، لكن هنا قال: وفي رواية أن ذلك في صلاة الليل. وهذه الرواية ليست موجودة في صحيح مسلم، بل لا توجد رواية على هذا، وإنما هذا وهم من ابن حجر، وليس هناك ما يدل على أن هذا الدعاء يكون في صلاة الليل. حتى أن ابن القيم رحمة الله تعالى عليه وابن دقيق العيد أيضا ذكر أن هذا الدعاء يقال في قيام الليل، ولكن لا توجد رواية تدل على هذا، وما ذكره ابن حجر هنا وهم منه، ولكن العلماء استحسنوه في قيام الليل لأنه طويل، لأنه طويل، والإنسان إذا قام لوحده فإنه يطول ما شاء، ولذلك قالوا ماذا؟ أن هذا يجعل في قيام الليل، لأنه لو قرأ هذا الدعاء في الصلاة مثلا على سبيل المثال في على القراءة والإمام لا طال القيام، وكذا المأموم لا يستطيع أن يأتي به، ربما يفوت وقت الفاتحة ونحو ذلك، فاستحسنوا في قيام الليل لأنه دعاء طويل، ولكن لا يوجد دليل يدل على أنه مختص بقيام الليل. ثم ذكر حديث أبي هريرة، ثم ذكر حديث عمر رضي الله عنه قال: رواه مسلم بسند منقطع، بسند منقطع، وهذا الحديث كما ذكر ابن حجر فإن سنده منقطع، لأن في سنده عبده بن أبي لبابة، فإنه لم يسمع من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ففيه انقطاع بين عبده وبين عمر رضي الله عنه وأرضاه. ومسلم أورد هذا الحديث عرضا لا قصدا لثبوته، لا قصدا لثبوته، وإنما أورده عرضا، ولكنه صح موقوفا كما ذكر ابن حجر هنا قال: وهو موقوف. والوقف هنا له حكم الرفع، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الخلفاء الذين أمرنا باتباع سنته، والصحابة حينما يأتون بشيء يتعبد به فإنهم لن يأتوا به محض اجتهاد، وإنما لا بد أنهم سمعوه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فله حكم الرفع. من فوائد الحديث أن نقول الحديث دليل على مشروعية دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقول أبي هريرة هنا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ، أي سكت شيئا قليلا، سكت شيئا قليلا. وجمهور العلماء على أن دعاء الاستفتاح سنة، جمهور العلماء على أن دعاء الاستفتاح سنة، وخالف في ذلك مالك قال لا يشرع دعاء الاستفتاح، فإن مالكا يرى عدم مشروعية دعاء الاستفتاح، واستدل بحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر فاستفتح بالحمد لله رب العالمين. ونقول الصواب هو قول الجمهور للأدلة الكثيرة الدالة على مشروعية دعاء الاستفتاح. ومن فوائد الحديث، الحديث دليل على أن الدعاء دعاء الاستفتاح له عدة صيغ، فهو من العبادات الواردة على وجوه متنوعة، والمسلم يطبق هذا تارة وهذا تارة أحياء للسنة ودعاء لحضور القلب. والمتأمل لأدعة الاستفتاح كما ذكر ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه فإن معانيها لا تخلو من ثلاث، فهي إما أن تكون ثناء على الله جل وعلا وتمجيدا له، وإما أن تكون إخبارا من العبد بعبادته لله جل وعلا، وإما أن تكون عبادة لله جل وعلا دعاء لله جل وعلا. هي إما أن تكون ثناء من العبد لربه جل وعلا وتمجيدا له، وإما أن تكون إخبار من العبد في التعبد، وإما أن تكون دعاء. هذه الثلاثة أيضا جاءت في هذه الأحاديث الثلاثة، مع أن هناك أدعية أخرى للاستفتاح، لكن هذه الأنواع الثلاثة التي ذكرها ابن تيمية جاءت في هذه الأحاديث الثلاثة. فمن يخرج لي الدعاء الذي فيه إخبار العبد بالتعبد لله جل وعلا من هذه الأدعية الثلاثة؟ نعم، هذا دعاء، وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض. طيب النوع الثاني الدعاء اللهم باعد بيني وبين خطاياي. الثالث الثناء والتمجيد، وهو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، فهذا كله ثناء وتمجيد. وقوله وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض، هذا يخبر الآن، يخبر بتعبده له سبحانه وتعالى، أنني وجهت وجهي لك للذي فطر السماوات، فطر يعني الذي بدأ مبدئ السماوات والأرض ومنشئها وخالقها، هذا معنى فاطرها، فهو يخبر إخبارا. وأما قوله اللهم باعد بيني وبين خطاياي، هذا ثناء، هذا عفوا دعاء. لماذا ذكرت هذه المعاني الثلاثة؟ لأن هناك خلاف بين أهل العلم أيها أفضل، أيها أفضل. قد يقول قائل مثلا أنا سأنوع بإذن الله تعالى وأذكر وأطبق السنة، فأنا أطبق هذا الدعاء مرة وهذا مرة وهذا مرة، لكنني لا شك أنني سألتزم في دعاء من الأدعية، فأيها التي ألتزمه؟ هذا هو الذي جرى عليه أهل العلم، جرى عليه خلاف أهل العلم. منهم من قدم حديث أبي هريرة لأنه في الصحيحين، ومنهم من قدم حديث عمر رضي الله عنه لأنه ثناء على الله جل وعلا وتمجيد له، ولأن عمر رضي الله عنه جهر به يعلمه الصحابة كما جاء في حديث آخر. ومنهم من قدم ما دل على الإخبار، والأظهر والله أعلم أن ما فيه ثناء هو الذي يقدم، هو الذي يكثر منه العبد. لماذا؟ لأن الثناء على الله جل وعلا من أعظم العبادات، ولذا نحن في دعائنا نفتقر كثيرا إلى دعاء ماذا؟ العبادة. ودائما نحن نشرع في دعاء الطلب. الدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء عبادة ودعاء طلب. دعاء عبادة، ما معنى دعاء عبادة؟ الذي هو ليس فيه أي طلب وإنما كله ثناء على الله جل وعلا. أنت وأنت تدعو كم يستغرق أو كم هي الكلمات التي تلفظها في الثناء على الله عز وجل والتمجيد والتعظيم له، تتعبد الله عز وجل بهذا، وكم الذي يستغرقه الطلب؟ منا من المحسن منا من يقول من يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم يشرع في الطلب، هذا المحسن منا، وفي الغالب هذا فعل المحسن منا. ومنا من يشرع في الطلب، والله جل وعلا يحب
دعاء المسألة، عفوا دعاء العبادة أكثر من دعاء المسألة الذي هو دعاء الطلب، دعاء السؤال ودعاء الطلب. لأن الإنسان إذا أثنى على الله عز وجل مجده وأثنى عليه، بدليل ماذا؟ أن أعظم سورة هي سورة ماذا؟ فاتح. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله جل وعلا إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد مالك يوم الدين قال أثنى علي عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي. إلى الآن ما دخل في الطلب، واضح؟ هذه كل الجمل الأربع وكل الآيات الأربع هذه ليست فيها، ليس فيها أي طلب، كلها ثناء وتمجيد. والله جل وعلا ماذا يقول؟ أثنى علي عبدي، حمدني عبدي، مجدني عبدي. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر الصورة، قال الله عز وجل هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. وقبلها أيضا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. لاحظ أن الله عز وجل يقول ولعبدي ما سأل، بعدما أقدم العبد على جمل من الثناء والتمجيد لله جل وعلا. وهذه العبادة عبادة عزيزة، وليست عبادة صعبة، وإنما هي عزيزة على النفوس، لأن كثير من نفوسنا غافلة. فمجرد ما ندخل في عبادة الدعاء مجرد ما نشرع في الطلب مباشرة. حتى مع الأسف تطور الحال إلى أن أصبح الطلب أيضا من قلب غافل له. كم مرة من المرات أنت تدعو اللهم اغفر لي اللهم ارحمني تقولها هدا وليس استحضارا. إذا كان أيضا دعاء الطلب ودعاء المسألة يأتي بقلب غافل، فكيف تريد من هذا القلب أن يأتي بدعاء العبادة والثناء على الله جل وعلا؟ ولذا قلت هذه العبادة عزيزة، أي أنها تحتاج إلى كثير من المجاهدة. وهذا النوع من الدعاء أيضا هو الذي يجعل هذا القلب ينكسر بين يدي الله جل وعلا. تلاحظ كثير من أدعيتنا ليس فيها انكسار، ولربما لا ينكسر منا إلا من كان ماذا؟ يعني وقع في ذنب وندم فانكسر، لا يأتي الانكسار إلا هنا، وهذا موضع جيد أن يأتي الانكسار في هذا الحال. لكن أعظم منه أن يأتي الانكسار حينما تمجد الله عز وجل وتثني عليه وتدعوه بأسماء الحسنى وتذكره بصفاته العلى. لأن هذا الانكسار إذا جاء من غير سبب، من غير سبب يعني من غير ذنب ونحو ذلك، هذا أورثك كثير من خضوع القلب وخشوعه وأقباله على الله جل وعلا. ولكن هذه العبادة مفقودة في كثير من أدعيتنا، ولما فقدت هذه العبادة من كثير من أدعيتنا أصبح الدعاء الذي هو طلب. والأولى أن يأتي الإنسان حينما يطلب يأتي بحال المسكنة وحال العذور، أصبح هذا الدعاء مهلهل، وأصبح القلب أحيانا يدعو قبل الدعاء وبعد الدعاء لا يتغير. المفترض أن يتغير في هذا الموضوع بالذات، المفترض أن يتغير. لماذا؟ لأنك أنت ما تطلب إلا وأنت محتاج، والمحتاج دائما حاضر قلبه ومستحضر ما يقول ومرتب كلماته. ولله المثل الأعلى، لو تطلب من ملك أو من صاحب وجاهة فإنك ترتب كلماتك ربما تعيدها أكثر مرة قبل أن تدخل عليه. ثم إذا قلتها أنت تعني تماما هذه الألفاظ وتعيها تماما وتريد منها أشياء محددة. لكن أصبحنا اليوم نطلب ومع ذلك لا نستحضر هذه الألفاظ، وهذا من عظيم الغفلة لا شك. إذا كان الطلب وهو الطلب يغيب فيه القلب فغيره من باب أولى. فنحن نحتاج إلى أن نحضر قلوبنا في الطلب، ونحضر أيضا ألسنتنا وقلوبنا في دعاء العبادة قبل ذلك، أن فيه من التضرع، لا سيما إذا دعا الإنسان وبدأ يتفكر ويتأمل ويتدبر ما يلفظه، فإنه لا شك سيطلب بضراعة. وجاء في بعض الآثار وإن كان ضعيفا لا يستجيب الله لقلب غافل، لا، ولكن هذا ضعيف، وإن كان ضعيفا إلا أنه أيضا حال العبد حينما يتضرع
أن يكون في مسكن وخشوع وإقبال على الله جل وعلا. ولذا اختار أهل العلم، بعض أهل العلم، دعاء الاستفتاح الذي في حديثه عمر بن الخطاب، لأنه ثناء وتمجيد لله جل وعلا. وهذا ما اختاره أيضا شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله تعالى عليه وعلى جميع العلماء. نعم. ونحوه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا عند الخمسة وفيه، وكان يقول بعد التكبير: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفخه. نعم. هذا حديث ضعيف في سند جعفر بن سليمان الضبعي، جعفر بن سليمان الضبعي، وتفرد بهذا الحديث وهو مختلف فيه. وأيضا شيخه، شيخ جعفر هذا، اسمه علي بن علي الرفاعي، أيضا مختلف فيه. وأعل أيضا الحديث بالإرسال. من فوائد هذا الحديث، الحديث دليل على مشروعية الاستعاذة قبل القراءة، ودل على ذلك قول الله جل وعلا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. واختار بعض العلماء الصيغة الواردة في الآية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبعضهم اختار هذه الصيغة الموجودة في الحديث: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. وبعضهم اختار صيغة: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع. ومعنى قوله همزه من الشيطان الرجيم، من همزه أي من وسوسته ونزغاته. ومعنى ونفخه، النفخ هو الكبر، فالشيطان ينفخ في صدر الإنسان حتى يعظم في نفسه ويحتقر غيره. وأما نفثه فمعناه سحره ودخوله في قلب الإنسان وعلى عبادته من محل خفي. ولذا جاء في تفسير النفاثات في العقد أي الساحرات. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن نقول: اختلف أهل العلم هل الاستعاذة من الشيطان الرجيم تكون في الركعة الأولى كافية عن بقية الركعات، أو أنه السنة أن يستعيذ في كل ركعة قبل أن يشرع بالفاتحة والبسملة. على قولين، القول الأول قالوا أنه يستحب قولها في كل ركعة، وهذا قول الشافعي وأحمد في رواية له، واختاره ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، واستدلوا بعموم قول الله جل وعلا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا: فالآية دالة على أن كل ما قرأ الإنسان فإنه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. القول الثاني قالوا أنه يكتفى بالاستعاذة في الركعة الأولى، وهو هذا قول أبي حنيفة وأيضا قول لأحمد في رواية عنه، واختاره ابن القيم رحمة الله تعالى عليه. واستدلوا من ماذا؟ بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، ولم يذكر الاستعاذة. وقالوا أيضا: الصلاة عمل واحد، صلاة عمل واحد مفتتح بالقراءة، فإذا افتتح القراءة من أولها بالاستعاذة كفى ذلك. وهذا القول هو الأظهر إن شاء الله، أنه إذا استعاذ في الركعة الأولى فإن هذا يكفي، وإذا استعاذ في كل ركعة فالأمر واسع في هذا. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشرك صلاة سهولاً مصوبه، ولكن بين ذلك، وكان إذا ربع من الركوع المسجد حتى يستوي قائماً، وإذا ربع المسجد إلى المسجد حتى يستوي جالساً، وكان يقول في كل ركعة في كل ركعتين التحية، وكان يمشي إلى اليسرى ويمسك اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يتم الصلاة بالتسليم، أخرجه مسلم له عله. نعم. هذا الحديث كما ذكر ابن حجر قال: وله علة، فهو معلول، وعلته الانقطاع بين أبي الجوزاء وعائشة. قال ابن عبد البر: اسم أبي الجوزاء أوس بن عبد الله الربعي، لم يسمع من عائشة، وحديثه عنها مرسل. وأيضا جاء في بعض الروايات أن أبا الجوزاء أرسل رسولا لعائشة، وهذا دل على أنه لم يسمع من عائشة
مباشرة، لكن كل ألفاظ هذا الحديث صحيح. لماذا؟ لأنها جاءت في حديث أخرى. فالحديث هذا الحديث الصواب أنه حديث صحيح، حديث صحيح، والحديث وإن كان فيه انقطاع إلا أن ألفاظه كلها صحيحة جاءت فيها حديث أخرى. من فوائد الحديث، الحديث يدل على مشروعية افتتاح الصلاة بالتكبير، وهو ركن من أركان الصلاة كما تقدم في حديث سابق، وأنه لا يجزئ إلا بلفظ الله أكبر، لا يجزئ إلا بلفظ الله أكبر. ومن فوائد الحديث، الحديث دليل على مشروعية قراءة الفاتحة، وقراءتها واجبة، وسيأتي بإذن الله تعالى حديث قراءة الفاتحة. وأيضا هو دليل على أن البسملة ليست من ماذا؟ من الفاتحة. وكثر كلام الناس اليوم، يعني من مقاطع انتشرت أن البسملة هي من الفاتحة ونحو ذلك، هذا تكلمنا عنه في دروس كثيرة، وذكرنا الخلاف في البسملة، وأن الصواب أنها ليست من الفاتحة، وأنها جزء من آية في سورة النمل. ولذلك من قال أن الصلاة لا تصح، الذين يشرعون بالحمد لله رب العالمين مباشرة ونحو ذلك، وإلى غير ذلك المقاطع التي انتشرت، هذا كلام غير صحيح، بل أن الأحاديث، كل الأحاديث التي جاءت في الصحيحين لا تدل على أن البسملة من الفاتحة، ولا تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ البسملة في الصلاة، وإنما جاء قراءة أو تلاوة البسملة في أحاديث أخرى في السنن. على أنه مر معنا قبل قليل قول الله جل وعلا إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله عز وجل حمدني عبدي، ما قال، ما بدأ بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا الحديث أيضا يدل على أن البسملة ليست من الفاتحة. من فوائد الحديث أيضا نقول حديث دليل على مشروعية الاعتدال من الركوع والطمأنينة فيه، مشروعية الجلسة بين السجدتين والطمأنينة فيها، وهذا تقدم. ومن فوائد الحديث أن نقول الحديث دليل على مشروعية التشهد وقراءة التحيات في آخر كل ركعتين، فإن كانت الصلاة ثنائية قرأ التشهد الأول، وإن كانت ثلاثية ورباعية قرأ في التشهد الأخير مع التحيات الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد الحديث، الحديث دليل على مشروعية افتراش القدم اليسرى ونصب اليمنى حال الجلوس. تأملوا معي في الحديث، هذه مسألة مهمة للغاية، تأملوا معي في الحديث ماذا قال. قال وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى. هل قال هذا في التشهد، التشهد الأول والتشهد الأخير؟ لا، هذا دل على أن الأصل في الجلوس أن يكون على القدم اليسرى مفترشة وتكون اليمنى منصوبة. واضح؟ هذا الأصل في الجلوس، في أي جلوس، سواء كان بين السجدتين أو كان في التشهد، لكن التشهد الأخير في الثلاثية والرباعية فارق هذه الصفة كما تقدم معنا. واضح؟ وبقيت جلسة وهي جاءت في حديث ابن عباس عن طاووس، قال قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين، قال هي سنة، قلنا إن الله جفاء بالرجل، قال بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وعلى وسلم، وهي نصب القدمين وجلوس على العقبين، وهذه جلسة يسيرة لا بأس أن يفعلها الإنسان أحيانا، وإلا في الأصل أن الإنسان في كل جلوسه يفرش قدمه اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى. أما في التشهد الأخير في الثلاثية والرباعية فإنه يفعل الصفة التي طبقها صاحبنا قبل قليل. من فوائد الحديث أيضا أن نقول الحديث دليل على النهي عن عقبة الشيطان. ما معنى عقبة الشيطان؟ هي الجلوس على، طبعا فيها خلاف، منهم من قال الجلوس على العقبين مع افتراش القدمين، يعني ما تكون القدمين منصوبة بحيث تكون الأصابع في جهة القبلة، لا، وإنما مفروشة الأقدام ويجلس على العقبين مباشرة. ومنهم من قال أن صفة عقبة الشيطان هي أن يجعل يديه في الخلف ويفضي بمقعدته على الأرض وينصب الفخذين والساقين،
فتكون الأقدام على مواطيها على الأرض، واضح؟ وارتفاع الساقين والفخذين، ويجعل اليدين بالخلف، هذه تسمى عقبة الشيطان، قيل بهذا وقيل بهذا، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها وأضافها للشيطان تقبيحا لها، قيل تقبيحا لها وقيل لأنها هي فعلا هي جلسة الشيطان. ومن فوائد الحديث حديث دليل على النهي عن افتراش الذراعين كما يفترش السبع، والسبع هنا المراد به ماذا؟ الكلب، لأنه جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اعتذروا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. ومن فوائد الحديث الحديث دليل على مشروعية ختم الصلاة بالتسليم. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حفظ منكبيه فتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع، متفق عليه. وفي حديث أبي حميد عند أبي داود يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر. ولمسلم عن مالك بن حويرث نحو حديث ابن عمر، ولكن قال حتى يحاذي بهم حتى يحاذي بهما وضوعه الميت. نعم. هذه الأحاديث دليل على مشروعية رفع اليدين في ثلاثة مواضع في الصلاة، أولا عند تكبيرة الإحرام، والثانية عند الركوع، والثالثة عند الرفع من الركوع. وبقي صفة رابعة جاءت عند البخاري من حديث ابن عمر أيضا، قال ابن عمر وإذا قام أي النبي صلى الله عليه وسلم من الركعتين رفع يديه، أي إذا قام من التشهد الأول للركعة الثالثة. ومن أهل العلم من قال أنه إذا سجد فإنه يرفع يديه، وإذا رفع من السجود يرفع يديه أيضا. والصواب أن كل الأحاديث الواردة في رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه عند الهوي للسجود أو الرفع من السجود كلها ضعيفة، بل جاء في حديث ابن عمر هذا الذي معنا في الباب أنه نفى ذلك، حيث قال وكان لا يفعل ذلك في السجود، لكن ابن حجر لم يذكره هنا، وإنما ذكر حديث مختصرا. قال ابن عمر وكان لا يفعل ذلك، يعني لا يرفع يديه في السجود. فالصواب أن رفع اليدين في السجود غير مشروع. ومن فوائد الحديث الحديث دليل على كيفية رفع اليدين، وأنها على صفتين. الصفة الأولى حتى يحاذي بهما منكبيه. ما معنى يحاذي بهما منكبيه؟ أي يوازي المنكبين هكذا بهذه الصورة، بحيث يجعل لا بهذه الصورة، لا يقول هكذا، لا، إنما بهذه الصورة، أي يجعل الكفين أمام المنكبين محاذاة لهما، موازاة لهما. والصفة الثانية أن يرفعهما حتى يحاذي بهما فروع الأذنين. ما هي فروع الأذنين؟ العوالي من الأذنين بهذه الصورة، بحيث تكون الأذن تقريبا في وسط الكف، واضح؟ بهذه الصورة. فأحيانا يفعل هكذا وأحيانا يفعل هكذا، والسنة الواردة والعبادة الواردة على صفات متنوعة تفعل هذه تارة وهذه تارة. ومن أهل العلم من جمع وقال أن الصفة صفة واحدة ولا توجد صفتان، وأنه مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن أسفل الكف يحاذي المنكبين، وأعلى الكفة التي هي الأصابع تحاذي فروع أو عفوا شحمتي الأذن بهذه الصورة. من أهل العلم قال أن الصفتين صفة واحدة وهي هذه. والصواب أن محاذاة المنكبين تختلف عن محاذاة فروع الأذنين، ففروع الأذنين بعيدة عن المنكبين. فالصفة الأولى كما ذكرت، والصفة الثانية هي أيضا كما ذكرت. أما ما يفعله البعض من رفع اليدين يسيرا أو رفعها في جهة اليمين واليسار ونحو ذلك، فهذه كلها خلاف السنة. ولعلنا نقف هنا لأنه لم يتبقى وقت، إن كان هناك سؤال فلا حرج. نعم. يقول بعض الناس إذا قام من التشهد الأول يكبر وهو يرفع يديه وهو جالس ثم يقوم، هذا قال بها بعض أهل العلم، وهذا من ذكره الألباني رحمة الله تعالى عليه. والصواب أنه يرفع يديه حينما يستوي قائما، حينما يستوي قائما. نعم. هو فإن كان معه قرآن فقرأ، إلا فحمد الله وكبره هلل. نعم. يعني تكبير التهليل دوت يجوز في الصلاة إذا كان لا يحسن الفاتحة.
إذا كان لا يحسن الفاتحة ذكرناه قبل قليل. إذا كان لا يحسن الفاتحة جاءنا شخص مسلم جديد طيب ما يعرف الفاتحة، فنقول له كبر ثم قل سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر بمقدار الفاتحة حتى إلى أن يتعلم الفاتحة. واضح؟ نعم. أحسنت. هذه يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عقبة الشيطان بهذه الصورة، وطبقها مرة أخرى بهذه الصورة. لا هو يقصد بالصلاة، ويقصد بالصلاة. طيب الصورة الثانية أن يفرش الأقدام، لو تجلس على العقبين قدم حتى أشوف ما أشوف. لا أيوة لا تنصبها افرشها. أيوة تمام. بهذه الصورة ارفع الجاكيت حتى يراك الأخوة بهذه الصورة. فقط الصلاة. هذا في الصلاة، مقصود في الصلاة. يقول من سيجلس هكذا، هذه نهي عنها. طيب وقولهم لما يقول نهى عن عقبة الشيطان، النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر هذه الجلسة، واضح؟ فنرجع فيها إلى أين؟ إلى كتب اللغة. جيد، إذا ذهبنا إلى كتب اللغة وجدنا أنها فسرت بهذا وفسرت بهذا، فلما أن تبين معنى لفظة، إما أن تبينها بالمعنى الشرعي إذا كان ورد لها معنى شرعي، إذا لم يرد لها معنى شرعي تنظر إلى معنى اللغوي. هذا المعنى اللغوي ورد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا. كيف؟ عائشة رضي الله عنها فسرت ذلك، وأن هذا من فعل اليهود طبعا، أنه يجعل ماذا؟ في خصرته هكذا يصلي. أنت رأيت شخص يجعل يديه في خصرته بهذه الصورة؟ ربما تقول من يصلي هكذا صح؟ وعائشة رضي الله عنها هي التي فسرت بهذا. هو قد يكون بعض الأفعال مستغربة عند في مجتمعات، لا ليست مستغربة في مجتمعات، قد تكون مستغربة في قرون ليست مستغربة في قرون أخرى. لا لا الكلام في الصلاة، النهي هنا إنما في الصلاة. أي هذه صفة أخرى، هذه صفة أخرى وردت فيه أربع صفات، أنا ذكرت لكم صفتان، هي وردت فيه أربع صفات. كيف؟ لا هو النهي، لا لا ليست من نفس الجلسة بهذه الصورة التي ذكرها، هذا تسمى الاحتباء. أي هذه بعض أهل العلم قال أنها مكروهة، والحديث الوارد فيها فيه نظر، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. حيا للفلاح.